عليكم، دكتور محمود سليمان، عضو الجمعيه المصريه وعضو الجمعيه الاوروبيه لامراض القلب ونائب مدير مستشفى الطلاب بجامعه عين شمس. الحقيقه انا حابب اكلمكم عن حاجه كل الناس بتتكلم عليها كتير قوي وخاصه لمرضى القلب، الا وهي الدهون، الكوليسترول. انت بتروح للدكتور بيقول لك اول حاجه يشوفك مريض قلب احنا لازم نمنع الدهون. طبعا احنا قعدنا فتره طويله بنقول كده، كان دايما العيان يجي لنا يقول طب انا جدي عايش بقاله 80 سنه وبياكل سمنه بلدي وبيعمل اللي هو عايزه وما عندوش مشكله، يعني ايه اللي حصل لنا؟ ليه تهمين الدهون؟ فضلنا فتره طويله الحقيقه ما بنردش غير ان لا انت حالتك كده، انت مختلف عن جدك، انت ولكن حديثا لقيوا ايه؟ لقيوا ان 80% من الدهون الضاره اللي بتترسب على الشرايين وبتعمل لنا المشاكل مش جايه من الدهون اللي بناكلها، لا خالص. هي جاية من السكريات والنشويات اللي احنا بناخدها زيادة في أكلنا عن حاجتنا، وبالتالي اختلف المفهوم تماما دلوقتي. يعني أنا الدهون اللي أنا هاكلها هيخش الجسم منها 20%، ال20% دول بس هم اللي ممكن يعملوا مشاكل أو يعملوا دهون ضارة، ولكن ال80% التانيين جايين من السكريات والنشويات الزايدة عن حاجة الجسم. يبقى المفهوم كله دلوقتي بدأ يتغير. احنا كنا ظالمين الكوليسترول، ويعني نقدر نقول دلوقتي ان هو بريء. صحيح مش بريء براءة تامة، لان ما زال في 20% هيأثروا علينا، ولكن الإسراف في اكل النشويات والسكريات هو دي المشكلة الحقيقية. يبقى احنا دلوقتي لازم نمشي بالنظام ايه؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا، بمعنى ان انت النهاردة محتاج غذاء معتدل، يعني الوقايه خير من العلاج. انا عشان ما اوصلش اني اروح لدكتور القلب والاقي مشكله في الشرايين ويجي يقول لي لا اصل انت عندك دهون وهي اللي عامله لك المشكله، يبقى احنا من الاول خالص احنا مركزين في طبيعه اكلنا. كل واحد مننا لازم يبص هو بياكل ايه واللي بياكله ده زياده عن حاجته ولا لا. جدك اللي انت بتتكلم عليه كان بيشتغل قد ايه وكان بيروح الغيط وكان بيمشي كان بيتحرك، ما كانش فيه يعني للناس اللي عايشه في المدن دلوقتي انت بتنزل من البيت تركب عربيتك تروح الشغل الاسانسير، يعني مفيش حركه فظيعه نقدر نحرق فيها الاكل ازاي، وبالتالي معظم الناس بتعاني من السمنه بارقام كبيره. فاصبح المشكله في الاسراف في الاكل وفي نوعيه الاكل اللي احنا بناكلها سواء النشويات او السكريات. عشان كده احنا طبعا هنقلل من الدهون، هنقلل من الحاجات اللي احنا بناكلها سواء المقليات او الحاجات اللي بتحتوي على نسبه كوليسترول عاليه، ولكن لازم نركز جدا مع نسبه السكريات والنشويات اللي بتخش في الاكل المعتاد بتاعنا. ويا رب يكتب السلامه للناس كلها ان شاء الله.